ماشي، نقطع الخط، نعود. فكرت عليك، نعود. معلش، تم القطع، انتهى الوقت أعتقد، والله أعلم. لكن نرجع للشيخ مفتاح. شنو دعوة؟ ولا هو؟ لسه هذا سيف اللي أعطاك دعوة. شو ينزل حقه؟ هم شو ينزل؟ الحمد لله، سامحونا انقطع الخط الشيخ علي. أعود إليك، انتظرني. آيات الذين يحملون العرش من حوله ويؤمنون به ويستغفرون الذين آمنوا، يستغفرون الذين تابوا واتبعوا سبيلك. يستغفرون الذين آمنوا، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب جهنم. ربنا وادخلهم جنات عدن ومن صلح من آبائهم وأزواجهم، إنك أنت العزيز الغفور العزيز الحكيم. ما جاء على العموم أحبابي، أرسل لي شيخ علي من عندك دعوة. أنا بالشيخ حبيبي، يا مرحبا، الله يحييكم جميعا. معلش احنا غشمان اليوم ترى، نتعلم عليكم ونشوف حالكم. جاي الزبدة يا شيخ علي، ارسلوا لنا. يكون جوالهم قبل؟ لا، المفروض يطلع هنا. تفضل. أسأل الله يجمعني بكم في الجنة. بكرة السباق، الجنة ما زالت مفتوحة. الجنة ببلاش رمضان، عرض بيت العمر، بيت العمر مجانا في رمضان. الجنة مفتوحة، تدري من يفوز بها؟ إنما يتقبل الله من المتقين. أحبابي قالوا لا تعجب، في انتظار ايش هذا؟ لا تعجب ممن رأى أبواب الجنة مفتحة وهو لا يدخل، لا تعجب منه، اعجب ممن رأى أبواب النار مغلقة وهو يطرق الباب لكي تفتح في رمضان. انتبه، لا نكون أنا وأنت معي. أمك أو أمك تعبان، الله يشفيها يا رب. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي مرضى المسلمين، يشفي كل مريض، يشفي من أصيب بكورونا، يشفي. صوت واضح؟ الله يشفيكم. ايوه شيخ علي، تمام شيخ علي. انا عدت من جديد، عدت والعود احمد. الله يجزاك خير، افتقدناك يا شيخ، الله يحبك يا حبيبي. معك. السلام عليكم. سمعني؟ اسمعك، ما ادري ايش السالفه، ما ادري ليش قطع، ما ادري والله. انقطع ما ادري شكله، لكن لعلنا الله يستر. خلينا نختم الشيخ عبد الله، تاخرنا طولنا عن الناس، ايش رايك؟ عيد
هي دلايات يلا واختم، بس عشان فرصة شيخي لو أطلب منكم تسلم. طلب ممكن؟ تفضل يا شيخ، نختم بالطلب هذا، شو رايك؟ طلب هي طلب للجميع، تفضل. تحبوني؟ أكيد، لو ما نحبك ما جبنا دورناك وشبكناك معانا. الله يسعدك يا رب. طيب ممكن الناس يختلفوا في محبتي، ممكن واحد يحبني، واحد يهضمني، واحد ما يهضمني، ها؟ معي؟ والله إن شاء أقول أتوقع ما دخلوا يتابعونا إلا هم يحبونك. طيب بس ممكن برضو في اختلاف، ممكن شخص يحبني وشخص ما يحبني وشخص عادي، لكن أبغى أسألكم سؤال، هل تحبون الله؟ هنا ما في اختلاف صح؟ أكيد حتى اليهود والنصارى يحبون الله ترى، لأنهم يقولون نحن أبناء الله وأحباؤه، وهذولاك يقولون نحن شعب الله المختار، ها؟ حتى كل من على وجه الأرض هو معترف بوجود الله ويحب الله. طيب ممكن اختلاف في حبي، لكن حب الله واجب، لأنك إذا ما حبيته ما تدخل الجنة، ما حبيته حتتعذب بنار. طيب اللي يحب الله يرفع يده، شغالي تحب الله رفع، أكيد. اللي يسمعني اللي يحب الله يرفع يده، كلكم اللي حواليك رفعوا يدهم. فهمتك. والله خلوني أروح هناك، أكيد يسمعونك يتابعونك. ارفعوا يديهم، يلا اللي يحب الله يسمعني يرفع يده، ما شاء الله المستمعين. طيب يا اخواني سؤال، هل انا احب الله ولا لا؟ أكيد تحبه. وانا جاي اليوم عشانه، وجيت من اخر الدنيا عشان اسوي اللقاء هذا، قربة الى الله ومحبة فيه. طب انا رفعت يدي ولا ما رفعت؟ ما رفعت، من منعني يا شيخ علي؟ اللي تحبه. الله، انا احبه ومنعني، وانت تحبه وسمح لك، منعني وسمح لك، تدروا ليش؟ لاني كنت اعصيه سريع، احبه ولكن اعصيه سريع، ومنعني الان وانا احبه زياده، وانت الان تحبه وانت تحبيه وما زلت تعصوا، وسمح لكم ترفعوها محبة له، تدري انه يحبكم؟ والله يحبكم، ولو ما احبك ما وفقك للاسلام اول شيء، وما وفقك انك من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ترى في انبياء ما ابناءهم ما اسلم، سيدنا نوح ابنه ما اسلم، زوجته ما اسلمت، سيدنا ابراهيم ابوه ما اسلم، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عمه ما اسلم، أنا وأنت الله اختارنا واصطفانا لأنه يحبنا ويبغى لنا الخير، وأخرجنا من الجنة بس عشان نقضي عقوبة بسيطة، أنت الآن سمح لك أنك ترفع يدك محبة. ايه رجعت شيخ عبد الله. شيخ عبد الله ايوه معاك. اسمعوني، اسمع كلام اسمعك الله يبارك فيك. اللي اتصل يمه ارجوك لا يتصل، الله يجزاكم حبيبي يا علي، الله يريد مني ومنك طلب، شوف لو طلبتكم انا طلب حيكون لنفسي، واعرف كثير كرماء ما يردوني، طب من يكون كريم مع الكريم؟ من اللي ما يرد طلب الله؟ انا وانت، انا اول التائبين، الله يريد مننا الطلب، قال الله ويريد الله ان يتوب عليكم.
اسمعك لكن شوي كل شوي يقطع. كويس 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 خلاص. تفضل. طلب الله: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله. ترى اللي يغوونا دائما، اللي مربطين الشياطين، ومنهم شياطين الإنس اللي جهزوا لك عشان يدخلوك النار، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم قذفوه فيها. يريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. أعطينا طلب الله يا شيخ. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم الله. توبوا إلى الله يا أيها الذين أستغفر الله ربي في مناجاتي، أستغفر الله ربي في مناجاتي، فهو العليم بآثامي وزلاتي، وهو الغفور ولي في عفوه طمع، إن ظهري بأوزار الخطيئات، سبحانه وسعت ساحات رحمته أهل الأراضي وسكان السماوات. إنها التوبة والأوبة التي يريدها منك ويحبك لأجلها. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. أطلنا وطولنا على الناس يا شيخ عبد الله، سامحونا. أنا أول التائبين، نودعهم. خلاص استودعك الله. كلنا تبنا إلى ربنا، نتوب إليه ونستغفر جل وعلا، لكن ان شاء الله نوعدهم بلقاء قادم. ايش رايك؟ ان شاء الله، بس يكون نرتب عن طريق لقاء الفيسبوك عشان هنا ما ادري ايش هو انستغرام. ان شاء الله نرتب لها، وباذن الله يتم الاعلانات عنها، ونسعد برؤيتك وتسعد ايضا برؤيتي، ونسعد برؤيه احبتنا باذن رب العالمين. يلا نودعكم، جزيت خيرا شيخي، بيض الله وجهك. شكر الله المستمعين، بارك الله فيكم، قوم مغفور لكم قد بدلت سيئاتكم حسنة. هذا كلام الله وليس كلامي ولا كلام الشيخ. الله يسعدك شيخ، السلام عليكم. شكرا لك.